موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى ويوم يناديهم، أي ويوم ينادي الله المشركين به العادلين به غيره الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن يعبدوا وينفعون ويضرون. فإذا كان يوم القيامة أراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم، يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، أي بزعمهم لا بنفس الأمر، فليس لله عز وجل شريك، كما قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يكذبون. قال: فإذا حضروا هم وإياهم، يعني هم وهذه الآلهة المزعومة، نزع من كل أمة، أي من الأمم المكذبة، شهيدا يشهد على ما جرى في الدنيا من شركهم واعتقادهم، وهم على طريق واحد. فإذا برزوا للمحاكمة فقلنا هاتوا برهانكم، يعني حجتكم ودليلكم على صحة شرككم. هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق شيئا من الإلهية؟ هل ينفعوكم أو يدفعون عنكم من عذاب الله أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذن إذا كان فيهم أهلية، وليروكم إن كان لهم قدرة. فعلموا حينئذ بطلان قولهم وفساده، وأن الحق لله تعالى، قد توجهت عليهم الخصومة وانقطعت حجتهم وأفلجت حجة الله، يعني دمغتهم وظهرت عليه، وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي من الكذب والإفك، اضمحل وتلاشى وعدم. وعلموا أن الحق لله، علموا أن الله قد عدل فيهم حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها. وهذه الآيات فيها إثبات الجزاء والحساب يوم القيامة، وفيها كذلك ما يكون من حال، بيان حال المشركين والشركاء يوم القيامة وتبرؤ هذا من هذا، وبيان كذبهم وافترائهم، وأيضا فيها بيان العدل المطلق لله تعالى، فهو لم يدخلهم النار ابتداء ولكن حاسبهم وآتى بالشهود عليهم، وهذا فيه كمال عدل الله سبحانه وتعالى. وأخيرا بطلان كل ما عبد من دون الله، وأنه ليس إلا محض كذب وافتراء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأرجوكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.